ليه دور كبير جدا في انه يقفل دائره الرقابه. منها يعني لما تيجي تبص بتبص يعني اللي حضرتك بتتكلم عليه ده بتتكلم على امريكا. وبدايه بقى اللي هو ايه اللي عملت الـ الـ الاثر الدومينو بقى بعد كده الدومينو افكت اللي جابت العالم كله في الرجلين. لما تبص على عام 2008 وتبص كده على اهم ملامح عام 2008 بخلاف الازمه الماليه العالميه طبعا. ايه اهم ملامح عام 2008 بالنسبه لك؟ بالنسبه لنا احنا كبورصه مصريه ولا كان على مستوى يعني كبورصه بالنسبه لنا كبورصه مصريه؟ الحقيقه انا شايف انه في حاجتين مهمين جدا حصلوا بالنسبه للبورصه المصريه، جايز اثرهم ما كانش واضح او مش هيبان غير في المستقبل. الحاجه الاولانيه هي نظام التداول الجديد. الحاجه الثانيه ان احنا اتفقنا مع احدى الشركات في اداره المحافظ الموجوده المصريه ان نعمل صندوق للمؤشر وانه يقيد في البورصه المصريه ان شاء الله في اول ربع من السنه اللي جايه، وعملنا حفل بسيط كده افتتاحي وشرحنا الموضوع. الحاجتين دول بالنسبه لنا اعتقد دي اهم الملامح او حتى اللي انا متذكرها دلوقتي في السوق. جايز مؤخرا من اسبوع ولسه هيبان اثارها، ومن اسبوعين هيبان اثارها في عام 2009، احنا عدلنا جزء كبير من قواعد القيد بالاشتراك مع هيئه سوق المال، وغلظنا في بعض العقوبات الخاصه بالافصاح والشفافيه. هنتكلم على موضوع التغليظ ده كان شويه، وحددنا وهنلزم شركات وهنديهم فتره طبعا مهله بس ان هم يطرحوا الاسهم بتاعتهم. يعني المفروض على 2010 ما نلاقيش حاجه اسمها شركه مغلقه، لانه عندنا البورصه سوق للتداول وليس سوق للقيد فقط. يعني اعتقد دي من اهم الملامح. طبعا اول السنه احنا ابتدينا باول قيد قيدنا ثلاث شركات في البورصه الوليده، بورصه نايلكس للشركات المتوسطه والصغيره، برضو دي في عام واحد اعتقد ده كان شيء مهم. يعني الحديث واحنا قاعدين بنتكلم، حضرتك كنت بتتكلم بتقول ايه؟ بتقول الادوات الجديده اللي دخلت في السوق. هنا كان في مطالبات كبيره جدا ان يبقى في الادوات الجديده دي تدخل، وكان في نوع من انواع الريزيستنس او نوع من انواع المقاومه من جانبكم في ادخالها، والنتيجه طلعت ايجابيه ان كويس ان احنا ما دخلناهاش في الوقت ده. هل بتعتقد ان كل ما الادوات بتتعقد في سوق المال كل لما مشاكل ممكن تحصل؟ اولا احنا اجلناها لاسباب، يعني مش اجلناها عشان في تخوف، بالعكس انا يعني انا من انصار جدا ان انا اطرح كل الادوات الممكنه في السوق المصري، وعلى المستثمر وعلى شركات السمساره ومدير المحافظ ومؤسساته يختاروا الاداء اللي تناسبهم. انت بتتكلم عن المستثمر الواعي الفاهم. ما هو بص حياتك، انا النهارده لو عايز اكبر بالسوق المصري كويس لازم اتكلم مع المستثمر الواعي الفاهم. المستثمر اللي مش واعي ومش فاهم، اولا السوق اكيد علمه درس مش هينساه في الفتره اللي فاتت دي، حاجه رغم انه علمه قبل كده في 2006 بس يعني ايه برضه ده درس قوي وقاسي. ثانيا ما زلنا بنقول اللي مش عنده ثقافه يبقى دخول السوق بصفه مباشره ده قرار خاطئ، يخش يا عن طريق صناديق الاستثمار يا يخش عن طريق البريد. عايز اوقفك هنا معلش. في انواع من المستثمرين مختلفين، في اللي واعي واللي فاهم، وملهاش دعوه على فكره بحجم الفلوس اللي معاه. تمام. في اللي طماع وفي اللي مستثمر، في اللي غلبان وعايز يجيب قوت يومه وتعليم عياله. انا عايزك تبص بس من الناحيه دي بقى. اوكي تمام. بص من الناحيه دي، اللي اخذوا الفلوس وما بقولش ان هو صح، اللي اخذوا اللي وراهم وقدامهم وحطوها في البورصه وخسروا اللي وراهم واللي قدامهم، وكانوا داخلين بهدف ان يبقى معاهم فلوس يعلموا عيالهم ويصرفوا على بيتهم والى اخره، ان الامكانيات ضعيفه. عايزك توجه الرساله لدول. الرساله لدول بسيطه جدا. انا طبعا مش مع ان اللي ياخد فلوسه اللي هو بيصرف بيها على بيته او زي ما تقول قوت عياله والدراسه ان يستثمرها في البورصه،
ليه؟ لان فيها مخاطره. هي البورصه كانت بقالها 3 سنين بتطلع، لكن برضو نزلت اهو، فمش على طول الدنيا مكسب، فيها مكسب وخساره. لكن انا كنت افضل انه العيله دي او الشخص ده اللي عنده الفلوس الصغيره دي، اللي هو ما يفهمش في البورصه قوي بس نفسه يخشها عشان يغطي بعض نفقات المعيشه، وانا عايز ارجع للنقطه دي مهمه جدا، كان ممكن يخش مثلا الاليه اللي عملناها مع البريد بتضمن له الاصل، وبالتالي الاصل موجود، العائد هيبقى متغير. الا العائد لو بالسالب مش هتخصم حاجه من الاصل، العائد لو بالايجاب هياخد، مش هيبقى بذات العائد اللي عمله السوق لانه فيها مخاطره اقل، ولكن عائد اصله مضمون، ودي كانت اهم حاجه، بشرط انه يسيبه 3 سنين. ده اكتر نصيحه اقدر اقولها لاي شخص من هذه الفئه. الطماع اخرته الخساره، لان الطماع بيقلب لمقامر، ما بيقلبش لمستثمر، اخرته الخساره. كسب 3 سنين هيطير كل اللي كسبه بعد 5 سنين، فيعني ايه، احنا عارفين النتيجه من دلوقتي لو هو في نيته كده. المستثمر طويل الاجل واللي بقاله فتره ده كسبان على طول الخط. ممكن اعصابه تتهز، ممكن يقلق ان الدنيا بتنزل جامد وانه انه قيمه الاسهم اللي معاه انخفضت 50%، لكن خلينا نرجع من اول البورصه ما ابتدت لغايه دلوقتي، هنلاقي انه اخذنا هزات قبل كده، ولكن جوده الشركات الجيده بتعود النشاط تاني. تسمح لي انتقدك؟ قوي. لما كان في توجه، انا عارف انك مالكش دخل يعني كبورصه مصريه بالحكومه كحكومه يعني، بس انا اللي بقصده ايه؟ لما كان في توجه لموضوع الصكوك والكلام اللطيف اللي كان معروض في الفتره اللي فاتت، كانت في حمله يعني اكاد اجزم انها حمله شرسه للتوجه الى الاشخاص والافراد والشعب المصري. حمله توعيه، حمله توعيه لموضوع الصكوك ده عشان يشحنوا الناس ويخلوهم ينبسطوا قوي بالصك ابو مش عارف كام. انما لما جيت تتكلم على موضوع البريد وحاجه تفيد الناس فعلا، مفيش هذه الشراسه في عرض هذه الفكره او في توعيه الناس بان ده موجود وده ممكن يفيدهم، وده بقى للناس اللي هي الفئه المتوسطه او يعني محدوده الدخل. انا معاك في النقد ده على فكره، يعني انا مش معترض على اللي انت بتقوله. انا معاك في النقد ده لسبب بسيط جدا، انه الامكانيات الماديه، اولا احنا ما بنصرفش على الدعايه والاعلان، يعني بنصرف في حدود ضيقه جدا جدا، لان امكانيات البورصه ما هياش يعني للامكانيات، زي واقولها بمنتهى الصراحه، مش زي امكانيات شركات السمسره، مش زي امكانيات الشركات المقايضه عندنا، عندهم ملاءه ماليه اكتر مننا بكتير، وبالتالي هم يقدروا يصرفوا على الدعايه. الموضوع الخاص بالملكيه الشعبيه والصكوك والدعايه والاعلان اللي تمت عليه دي مدعومه دعم مادي ضخم جدا، عشان ده مشروع ضخم جدا، احنا ما دفعناش فيه تقريبا غير حاجه بسيطه جدا جدا جدا. ولو حضرتك لاحظت، ودي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا كبورصه، انه ولا ذكر اسم البورصه فيه، ولا قلنا هيتجه للبورصه، احنا كل اللي كان بيتقال في حمله التوعيه دي ان هو بيتملك صك او سهم، ده فقط، وما بنقولوش يعمل ايه بيه والكلام ده كله، عشان دي غير الاعلانات، التواجد حتى بتاع الناس والمسؤولين في كل حته. التواجد طبعا ضخم لانه مشروع ضخم. البريد اللي بيصرف على الدعايه والاعلان بتاعته احنا والبريد، ده طبقا للاتفاقيه اللي بيننا وبين بعض، احنا والبريد مهما كان عندنا محدوديه، قدرنا في الاول ننزل اعلانات في الجرايد بنص صفحه لفتره معينه، بس بعد كده خلاص وصلنا لمرحله ما نقدرش نعدي ميزانيه معينه. انا بس معينة. كنت عايز اقول الملحوظه ان اللي يفيد الناس محتاجين ان احنا مش لازم اعلانات، استغلونا احنا. بس هو الملكيه الشعبيه ده بافتراض انك انت بتقول الملكيه الشعبيه مش هتفيد الناس. لا لا، انا ما بقولش انها مش هتفيد الناس، ولا بقول انها هتفيد الناس، انا مش عايز ادخل في الحته دي، يعني انا عارف طبعا ان انت هتدافع عنه دفاع قوي، ولكن مش ده موضوعنا النهارده، بس انا بس كنت عايز اقول الملحوظه دي ليه، ان الشخص فعلا الناس اللي هي اللي تعبانه محتاجه انها تلاقي وعاء استثماري صح. امن. وانا معاك في حق في دي، وكنت قلت في الاول هرجع لنقطه المتوسط الدخل. دايما في ناس كتير قوي عندها انطباع، وللاسف في اصحاب قرار وتشريع عندهم انطباع دايما انه ليه انه البورصه دي بتاعت الاغنياء وهي مش بتاعت الطبقه المتوسطه. اولا البورصه عمرها ما هتكون بتاعت الفقراء، ده مبدئيا مفيش بورصه في العالم بتاعت الفقراء،
هي عادة الدعم الأساسي اللي بيجي للبورصة بيجي من الطبقة